مشاهدينا قناة الشعب، قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشرة من مدينة المحمدية. من بعد الفيديو اللي ضج في مواقع التواصل الاجتماعي ديال الشاب يعني الفضيلي اللي نقدر نقولوا تحدى مغنيين كبار، واليوم عاوتاني جا غيبين لكم الموهبة الرائعة ديالو، اليوم غيبين لكم باللي هو نقدر نقولوا أحسن مغني في مدينة المحمدية في الأغنية الشعبية. فاليوم غادي تسمعوا وغيأكد لكم الموسيقى ديالو. خويا فضيلي السلام عليكم. السلام أخي. عاجل شي باش الناس بغاوك أخويا، مليون واحد اللي شافوك. هما راه فهموها غلط على حسب ذاك الكومنت اللي تكتب، يعني تنتحداو الداودي ود بلادنا ياك، وفنان كبير وتاش فوق راسنا، يعني هذاك السيد راه ما غاديش نتحداو، ويعني حنا تناخذوا منه التجربه، فهمتيني؟ يعني تناخذوا منه التجربه واللي عنده عنده كنقولوا حنايا، منو تنتعلموا حنايا. اي اليوم باش تبين لينا عاوتاني الناس باش في النقاش تقدر تقول لك حكرتي تحدى، انا ما تنتحداش الداودي، الداودي انا تنتعلم منه الاستاذ ديالنا. اطلقنا الفراج اخويا العزيز، الله يعطيك الصحه. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. سمعتيني اخي؟ اخويا باش الناس ما نبقاش تدي واحد فكره غالطه. على فرجنا اخويا وبين المجموعه ديالك اخويا، على بركه الله. بقاو معنا مشاهدينا الكرام. اي الطلب هذا الهوى يا واش عندك، اي الطلب اللي شدوا هو يا الطلب، هو يا الطلب هذا الهوى يا واش عندك، اي الطلب اللي شدوا يا عاد الهوى، عاد الهوى.
حسن تقول لي حي مغرب عليا كلها بنيتيا هي تكير دير ليا خطة لو غدوة وفيا يا خطة لو غدوة وفيا يا خطة لو غدوة وفيا Yeah.
حركة من الهموم حرك شوية اسلح شوية مشاهدينا الكرام الله يعطيهم الصحة. يعني الشباب رائعين قدروا نقولوا يعني فاضلي رائع خويا فاضلي. الناس ما سخاوش بيك، الناس يقول لك غني نطلق الحمام يطير. مرحبا. وحده قالت لك غني لنا الواد الواد هو. مرحبا. سير على الله خويا انت مع المشاهدين ديالك اخويا العزيز. الحمام يطير الحمام يطير ولا ما خديت عليه الحمام يطير الحمام يطير وكاين الغالي مشاهدينا الكرام الله يعطيهم الصحة. خويا عثمان منين جات شكل الموهبة هذا خويا العزيز؟ ايوا راه قلت في اللايف الأول قلت هذه راه من الصغر فهمتيني، هذه راه من الصغر وهي كاينة
واخا الناس كيتسائلوا خويا قال لك واش نتوما عندكم جروب ولا غير خدامين غير كتسالاو واخا خويا قول لي رقم الهاتف الناس اللي بغاو يعيطوا لك ولا يتواصلوا معاك اخويا قول لي يا اخي 06 21 20 45 95 كما كتشوفوا معنا هذا هو الرقم ديالو عندك شي باج عندك شي حاجه اخويا العزيز فبقاو معنا مشاهدينا الكرام تشوفوا لاباج ديالو دخلوا عنده ساندو يعني هو يعني نقدر نقولوا راه شاب يلاه بادي الحمد لله ولكن رائع مستوى يعني الناس اللي كيتسالوا على الواد بقاو معنا حنا غادي نختموا بها ان شاء الله دابا نبقاو نجبدوا لاباج ديالو باش تشوفوا لاباج ديال الاخ عثمان مباشره من مدينه المحمديه فهانتوما لاباج الاخوان هذه الباج ديالو يعني انتوما عثمان كنتمنى انكم تدخلوا عندو عثمان الناس كيسولوا على الواد مرحبا. هي اللي غنخدموا بها فبقاو معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه يا وجرح قلبي بلا حديد هوا بلا حديد هوا والله يبغى تحيك يا سيمون اجل قلبي والله يبغى تحيك يا سيمون اجل I'm gonna go.
الكرام الله يعطيهم الصحة مباشرة من مدينة المحمدية. خويا العزيز واحد الأخت قالت لك أنا ساكنة برا 4 سنين ما شفتش مهمتي، بغيت شي حاجة على المهمة. مرحبا أختي قول لها. بخير عليك. مرحبا. من مرتاح وقتها شوية. هو معاك إن شاء الله لك في مهمتي، كل اللي عنده شي مهمتي الله يخليها ليه. ولي فاش شفت لي أمو الله يرحمها ويسهل هذه قد القبول عليه كيف ما كتشوفوا معنا صراحة الشباب رائع، يعني كيف ما كنتوا معنا مشاهدينا ومتبعينا مباشرة من مدينة المحمدية. يعني خليكم مع الشباب. وأسفي. يعني الله يعطيك الصحة. واللي ما عندهمش الناس ديال أسفي كشبها في الحياة. سير الله. فبقوا معنا يعني الاخت اللي طلبات الاغنيه على المهمه فهي اللي غادي نختموا بها مباشره من مدينه المحمديه. فرخنا لكم لاباج ديالو، تقدروا تدخلوا عنده وخلا لكم رقم الهاتف ديالو باش انكم تواصلوا به. خويا عثمان سير على الله خويا العزيز. خويا يونس واش يفتح الباج ديال المهمه طالبات شي واحد خدمه. دقيقه دقيقه. سير على الله خويا عثمان. يا مال امي مالها جيت نسلم طرحان وليد هذا هو حالها هو حالها بدات على مكان. يا مال امي مالها جيت نسلم طرحان وليد هذا هو حالها هو حالها بدات على مكان. I'm gonna make it.
معنا مشاهدينا الكرام لاطر الصحة مباشرة من مدينة المحمدية. خويا عثمان كلمة المحبين ديالك، الناس ما سخاوش بيك، قولنا شي كلمة أخيرة أخي. تنشكر الإخوان كاملين اللي تيتفرجوا معنا وما يمشوش غالطين على ديك الكلمة اللي قلنا في الأول، يعني حنا يعني عبد الله الداوي ديال خونا وحبيبنا. وتنشكر كاع الدراري اللي عشراني وقرابين ليا بزاف، تنشكرهم كاملين. المهم السلام عليكم وان شاء الله تلاقاو في بلاي اخر. الى هنا مشاهدي قناه شوف قناه شفت في لك شباب هذا القدر، عاود نلقاكم باش مباشر اخر. شكرا والى